المعنى والألم. أنا بديت أطيل عليكم في مجال أخواننا المزارعين. قال البرغوثي في زلزلته المنفردة: ستدفع يا ابن غفير الثمن غاليا. هذه الوقفة اليوم تضامنا مع الأسير كايد الفسوس المضرب على الطعام منذ 33 يوم، والذي حسب المعلومات التي وصلت يعاني من تدهور خطير على وضعه الصحي، إضافة للرد على إجراءات تمار بن جبير التي فرضت داخل سجون الاحتلال، والتي تمثلت بإبلاغ الأسرى بأن زيارات العائلات ستكون مرة كل شهرين، وهذا أمر مرفوض، إضافة إلى نقل قيادات وعناوين الحركة الوطنية الأسيرة من مكان إلى آخر، وهذا يهدد البنية الاعتقالية والحياة التنظيمية داخل سجون الاحتلال. 14 من أيلول القادم سيكون موعد خطوة الإضراب المفتوح للطعام في كافة السجون للرد على إيتمار بن جبير. كايد يمه تعبان كثير، يعني الكيتي بيحكي المحامي عنه ما بيقدر يعلق على جري، لا سمح الله. يعني كايد ما هو كان مضرب 131 يوم، الحين الإضراب هذا أثر عليه كثير، ما كان ساعة رايق من الإضراب الأولاني. بيحكي المحامي يا رب لا سمح الله انه في اي لحظه كايد بالسجن، جسمه مرهق كثير، يعني هو تعبان، يعني جسمه هزلان لانه ما كان يلعب رياضه المره الثانيه، هذا كان ما يعني تارك الرياضه، كان بس على شغله ومن شغله للدار. هالكيت هو تعبان كثير، انا بدي يعني كل انسان عنده ضمير حي في المسلمين يوقف مع الاسرى المضربين عن الطعام. شائفي الذي وصلت له الايادي أيادي شعبنا العظيم وفصائله، وتذكر كل القيادات التي داسها شعبنا وأسراه وشهدائنا الأبرار.